الضرورة الإجرائية. عشان أحكي لك في الضرورة الإجرائية دي هفتح قوسين كده وأكلمك عن ثلاث طوائف لمأمور الضبط القضائي. مأمور الضبط القضائي ثلاث طوائف، منهم صاحب الاختصاص الشامل بكافة الجرائم في نطاق اختصاصه الإقليمي، السادة الضباط وأمناء الشرطة الموجودين في إسم الإزبكية اللي احنا تابعه هنا دلوقت، يختص بكافة أنواع الجرائم فين؟ في دائرة الإزبكية. خرج من دائرة الإزبكية دخل في باب الشعرية، يتجرد 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 من صفة الضبط القضائي ويبقى رجل سلطة عامة، لا يقدر يملك لا القبض ولا التفتيش، صح كده؟ اهو ضابط مباحث شبرا مصر دخل محطة مصر، لقى جماعة صعيدة معاهم الشنط والسلاح باين منها، تلبس، يقدر يقبض فتش؟ ما يقدرش. امال يعمل ايه بقى؟ يتحفظ. مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص الشامل اختصاصه فين؟ في دائرة اختصاصه المكاني. خرج اتغدى عند حماته في الدائرة اللي جنبها، يبقى رجل سلطة عامة باستثناء ما يسمى بالضرورة الإجرائية.